لفات تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية تتصدر محادثات الرئيس السيسي ووزير الخارجية الجزائري. إدانات عربية ودولية واسعة للهجوم الحوثي الإرهابي على منشآت مدنية في الإمارات. والجيش اليمني يعلن مقتل أكثر من 160 مسلحا حوثيا وتدمير 24 آلية عسكرية في المغرب. نشرة السابعة صباحا من النيل الأخبار، أهلا بكم. تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، سلمها وزير الخارجية رمطان العممرة. كما تناول اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها ليبيا وتونس. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد رمطان العمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بوزير الخارجية الجزائري في مصر، طالبا سيادته نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، ومثمنا سيادته المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين. كما أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة، وذلك للانطلاق بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب اتساقا مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه نقل الوزير العمامرة إلى السيد الرئيس رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تضمنت اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات، معبرا عن تطلعه لمزيد من التنسيق والتشاور مع السيد الرئيس خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات المتعددة الأشكال التي تواجهها المنطقة والأمة العربية ودعم العمل العربي المشترك. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث حول سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم التأكيد على أهمية عقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء خلال العام الجاري، فضلا عن عقد الدورة المقبلة لآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين وتعزيز أطر التعاون والتنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون والتضامن. وعلى صعيد القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، تم التباحث حول مستجدات الوضع في ليبيا الشقيقة، حيث تم التوافق حول أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة ليبيا وتوحيد مؤسساتها الوطنية خاصة العسكرية والأمنية، تعزيزا للجهود الدولية لإنهاء تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في تونس الشقيقة، أكد الجانبان على استمرار الدعم العربي للرئيس قيس سعيد وما يقوم به من إجراءات وجهد حثيث لتحقيق الاستقرار في البلاد. أكد رئيس مجلس الوزراء ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الرئيس السيسي والسعي الدائم لتوفير أوجه الدعم المختلفة للنهوض به لما له من دور كبير في الاقتصاد المصري. وخلال اجتماعه مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، استعرض العناني موقف حركة السياحة والتدفقات السياحية خلال الفترة الأخيرة، كما استعرض الوزير موقف المشروعات الجاهزة للافتتاح في قطاع السياحة والأثار. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي جالوت 9 والذي تجريه المنطقة الغربية العسكرية ويستمر لعدة أيام. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي
جالوت 9 والذي تجريه المنطقة الغربية العسكرية، ويستمر لعدة أيام، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل للمنطقة الغربية العسكرية، مؤكدا على عزم مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية على بذل الغالي والنفيس للذود عن أمن الوطن والحفاظ على استقراره. بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع، وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين في المشروع في اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية، مشيرا إلى جهود القوات المسلحة المستمرة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة للحفاظ على مقدرات الوطن، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات وزيادة إمكاناتها وقدراتها في مختلف التخصصات، مشيدا بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة. كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة. شدد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية التضامن الإفريقي لدعم صمود القارة أمام كافة الأزمات التي تواجهها، لا سيما ظاهرة الإرهاب والتطرف، الأمر الذي يتطلب قيام مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في هذا الصدد. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري التشاوري بين مجلس السلم والأمن الإفريقي والدول الإفريقية الثلاث أعضاء مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرنس. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره المغربي ناصر بوريطة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين. تطرق الوزيران إلى آفاق تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والمغرب على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية، وأشاد الوزيران بالروابط الوطيدة التي تجمع البلدين والمستوى المتميز للتنسيق القائم بينهما. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تدين أي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه شكري مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، حيث جدد شكري دعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها. هذا وقد وعدت الإمارات بالرد على الاعتداء الآثم والإرهابي من جانب ميليشيا الحوثي والذي تسبب في مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح بأبو ظبي، كما اندلع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي. ووصف مستشار رئيس الإمارات في تغريدة على تويتر الهجمات على أهداف في أبو ظبي بأنها اعتداء آثم من ميليشيا الحوثي في اليمن. كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هجوم الحوثيين على مطار أبو ظبي الدولي والمنطقة الصناعية المجاورة، ودعا جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى قدر من ضبط النفس. من جانبها تعهدت الولايات المتحدة بمحاسبة المتمردين الحوثيين، وقال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن التحالف الذي يقاتل الميليشيا الحوثية دمر 8 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه جنوب المملكة. وقال التحالف العربي إنه يتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيرة بالأجواء السعودية، وأكد رصده التصعيد من قبل الحوثيين باستخدام طائرات مسيرة والتي انطلقت من مطار صنعاء الدولي لتهديد أمن المنطقة. وأعلن الجيش اليمني أن قواته دحرت ميليشيا الحوثي في جنوبي محافظة مأرب وكبدتها خسائر فادحة في المعدات والأرواح. وأضاف أن المعارك التي خاضها رجال الجيش الوطني خلال 24 ساعة الماضية أسفرت عن مقتل أكثر من 160 مسلحا حوثيا وتدمير 18 آلية منها 6 دبابات. أشار إلى أن ميليشيا الحوثي أصبحت في نقطة محصورة في جبل البلق الشرقي بين كماشتي قوات الجيش وألوية العمالقة. دعا 9 أعضاء في مجلس الأمن الدولي في بيان مشترك جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في السودان الذي يشهد أعمال عنف خلال تظاهرات. ودعا البيان الذي صدر عقب اجتماع اعتيادي لمجلس الأمن مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الأطراف السودانية أيضا إلى الامتناع عن اللجوء إلى العنف. وكان قد قتل 4 محتجين آخرين في تظاهرات ليرتفع بذلك عدد الضحايا الذين سقطوا 2 إلى 7 أشخاص. أعلن وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن مجلس الوزراء سيجتمع يوم 2 المقبل، وذلك لأول مرة منذ 3 أشهر. كانت جماعة حزب الله وحركة أمل اللتان تدعمان عددا من الوزراء قد أعلنا السبت الماضي إنهاء مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، وهو ما كان يمنع أي اجتماعات. ومهد الإعلان الطريق أمام اجتماع الوزراء لأول مرة منذ 12 من أكتوبر من العام الماضي بسبب خلافات سياسية وفي مقدمتها أزمة مرفأ بيروت. وفي بيروت أيضا تظاهر محتجون لبنانيون معربين عن دعمهم لقاض يقود التحقيق في انفجار بيروت 2020. أمام قصر العدل في بيروت تظاهر محتجون لبنانيون معربين عن دعمهم لقاض يقود تحقيق في انفجار بيروت عام 2020. وعلق التحقيق في الانفجار الذي يقوده القاضي طارق بيطار 4 مرات منذ توليه القضية في فبراير من العام الماضي بسبب سيل من الطعون القانونية من متهمين. اليوم نحن واقفين هون تندعم القاضي بيطار، نحن صوت القاضي على الارض ونحن جيشه للقاضي، ما رح نخلي حدا يوقف بوجهه، ولو قد ما جربوا يعرقلوا القضيه نحن وراهم، هن مراهنين انه نحن نتعب بس ما رح نتعب، رح نضل ملاحقين كلهم تنقدر نحسبهم وندوقهم الوجع يلي عم بيدوقونا اياه. نحن لو ما عندنا امل بعد شوي صغيره بالعداله ما بنكون هون اليوم، نحن صوته للقاضي بيطار. وقطع المحتجون طريقا امام قصر العدل بحرق إطارات للمطالبة باستئناف التحقيق. الانفجار وصف بأنه أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم بعد أن دمر أجزاء من بيروت وقتل 216 شخصا وأصاب الآلاف. وبعد أكثر من 16 شهرا على فتح الحكومة تحقيقا قضائيا يظل كل شيء آخر مجهولا، بداية ممن أمر بتخزين الشحنة وانتهاء بتجاهل مسؤولين تحذيرات متكررة. واستدعى بيطار عشرات المسؤولين البارزين ووجه اتهامات لبعضهم بالإهمال الجنائي والقتل بنية محتملة، ورفض معظم المسؤولين الخضوع للاستجواب. وبسبب التحقيق تعرضت الحكومة اللبنانية لحالة من الشلل لأكثر من 3 أشهر. في لقاء خاص مع قناة النيل الأخبار أكد سفير كازاخستان في مصر خيرات لاما شريف استقرار الأوضاع في بلاده وعودة الشرعية الدستورية، مشيرا إلى عودة رحلات سياحية من كازاخستان إلى مصر في مارس المقبل. تمت الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء الجديد ولديه رؤية حقيقية لمستقبل اقتصاد كازاخستان وخطة عمل واضحة. دليل آخر على تطبيق الوضع هو أنه في 12 يناير قام فخامة رئيس
كازاخستان قاسم جمرت توقايف شخصيا بزيارة إلى مدينة ألماطي لتقييم الحجم العواقب الهجوم الإرهابي على أكبر مدينة في بلادنا. كل سنة يعني يزورون سواح كازاخستاني إلى بعض المناطق السياحية في شرم الشيخ والغرسقة والمناطق الأخرى، وعدد السواح سنويا 128 ألف مواطن كازاخستاني، وأسبوعا تقريبا كان 20 رحلات من كل المدن الكازاخستانية. ولكن بظروف الانتشار الأوميكرون نحن يعني غلقنا كل الحدود يعني لإطلاق الطائرة في هذه المرحلة. إن شاء الله في مارس القادم قبل عيد الأضحى عيد رمضان سنستمر هذه الزيارة مواطنين الذين يحبوا الزيارة إلى. وفي موسكو رفض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تلميحات واشنطن بأن بلاده تستعد لغزو أوكرانيا. في مؤتمر صحفي بموسكو مع ناظره الكرواتي، رفض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تلميحات واشنطن بأن بلاده تستعد لغزو أوكرانيا، مشددا على أن موسكو لا تبني سياستها على مبدأ ماذا سيحدث لو. نحن لا نبني سياستنا على أساس مبدأ ماذا سيحدث لو. هذا يشبه إلى حد كبير زملائنا الغربيين الذين يهددون بفرض عقوبات على روسيا فورا بشكل عملي كل يوم. تلميحات الولايات المتحدة بأن روسيا تستعد لتنفيذ عملية خداع لتبرير الغزو وصفها لافروف بأنها معلومات مضللة بالكامل. دعونا لا ننسى ما قاله المسؤولون الأمريكيون بشأن موضوع ما يطلق عليه بالغزو الروسي لأوكرانيا، ألا وهو نشر معلومات مضللة بالكامل بأننا نقوم بعملية خداع بمهاجمة سكان ناطقين بروسيا في دونباس لتبرير الغزو. ولم تحرز اجتماعات دبلوماسية جرت الأسبوع الماضي تقدما لحل التوتر بشأن أوكرانيا، ومع ذلك رجح لافروف عقد اتصالات خلال الأيام المقبلة بشأن ضمانات أمنية طلبت بها روسيا كل من واشنطن والناتو. وفي بريطانيا أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس تزويد أوكرانيا بنظام أمني جديد لمساعدتها على تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة روسيا. وفي كييف التقت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وبحثا الأزمة مع روسيا بعد نشر موسكو الآلاف من جنودها بالقرب من حدود أوكرانيا. وتأتي زيارة وزيرة الخارجية الألمانية إلى كييف في إطار جولة ستقودها إلى موسكو لبحث الأزمة الأوكرانية. أطلقت كوريا الشمالية صواريخ موجهة تكتيكية في أحدث تجربة في سلسلة من الاختبارات على برامجها الصاروخية المتطورة وسط تعثر محادثات نزع السلاح النووي. اختبار الصواريخ هو الرابع لكوريا الشمالية في 2022، فقد أجرت عمليتي إطلاق سابقتين اشتملتا على صواريخ أسرع من الصوت، واختبارا آخر يوم الجمعة الماضي باستخدام اثنين من الصواريخ البالستية قصيرة المدى تم إطلاقها من عربات قطار. أعلنت وزارة الصحة خروج 1100 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 334,629 حالة. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 1232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ووفاة 31 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تسجيلها في مصر 400,000 حالة و308 حالات و22,179 حالة وفاة.
وفي العالم اقتربت إصابات فيروس كورونا من 329 مليون و800 ألف حالة، فيما بلغت الوفيات أكثر من 5,560,000 حالة. يأتي هذا في حين بدأ عدد من الدول الأوروبية تشديد الإجراءات لاحتواء تفشي الجائحة. مع تزايد أعداد الضحايا والإصابات بفيروس كورونا، تتباين إجراءات الحكومات لاحتواء تفشي الجائحة ومواجهة تداعياتها. في اليونان بدأت السلطات فرض غرامات على المواطنين غير الملقحين ضد فيروس كورونا الذي تتجاوز أعمارهم 60 عاما، وتقدر الغرامة بنحو 50 يورو خلال يناير، يتبعها غرامة شهرية قيمتها 100 يورو بعد ذلك. وفي فرنسا تقول السلطات الصحية إنها تجاوزت السيناريو الأسوأ في الجائحة، وفي الوقت نفسه أقر البرلمان مشروع قانون شهادة التطعيم ضد كورونا. السيناريو الأسوأ في جائحة فيروس كورونا بدأ في التراجع، حيث انتهت ذروة الإصابات هذه الأيام على الأقل في منطقة باريس، وعدد الإصابات سينخفض خلال شهر فبراير المقبل، وسيواصل الانخفاض خلال مارس. وبدورها قالت شركة الأدوية الأمريكية موديرنا إنها تسعى لطرح لقاح معزز مشترك ضد كوفيد ونزلات البرد أواخر العام 2023، على أمل أن تشجع الجرعة المشتركة الأفراد على الحصول على جرعة سنوية. نسعى للوصول إلى توفير جرعة تنشيطية واحدة سنوية، وبالتالي لن تكون هناك حاجة للجرعات الثنائية أو الثلاثية في فصل الشتاء، ولكن ستكون جرعة واحدة فقط. وفي الدنمارك ورغم تسجيل عدد قياسي من الإصابات بكورونا، أعلنت السلطات إعادة فتح دور السينما والمتاحف والمؤسسات الثقافية الأخرى بعد إغلاق استمر شهرا بسبب الجائحة. وقالت السلطات الصحية إن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا والسائد الآن يتسبب في أعراض أخف مما كان يعتقد في البداية. عودة للشأن المحلي، خلال الاحتفال بعيد الأثريين قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار إن العامين الماضيين كانا من أكثر الفترات التي شهدت افتتاحات واكتشافات رغم جائحة كورونا. هي سنة مميزة، العالم كله هيحتفل بيها. يعد عام 2022 عاما استثنائيا لمصر والأثريين، هكذا بدأ وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العناني كلمته خلال احتفالية الوزارة بعيد الأثريين، مشيرا إلى أن هذا العام يتم الاحتفال بذكرى مرور قرن على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون ومرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد. هو تقدير بسيط جدا للمرممين والأثريين المصريين اللي قدروا الحمد لله يعملوا اكتشافات أثرية العالم كله اتكلم عنها، قدروا يعملوا افتتاحات مشروعات ترميم متاحف في مختلف أنحاء الجمهورية، قدروا مع زملائهم في هيئة تنشيط السياحة ان هم يعملوا فعاليتين كبيرتين، المومياوات الملكية وطريق الكباش، قدروا يعملوا مشروعات ترميم رائعة، فحبينا ان احنا النهاردة نوجه لهم الشكر، ودي أقل حاجة وما يستحقوا أكتر من كده بكتير جدا. وخلال الاحتفالية كرم العناني العديد من الأثريين ممن لهم جهودا كبيرة في الاكتشافات والافتتاحات الأثرية. التكريم مش لشخصي، هو طبعا التكريم بيبقى يعتبر مثل أو بياخد بس يعني حد كمثال للشغالين. أنا بشكر كل زمايلي اللي اشتغلوا معايا في مصر العليا من أثريين وإداريين وأمن، وكل الناس اللي شغالة طبعا اجتهدت في المشروعات اللي موجودة دلوقتي في مدينة الأقصر، سواء في الكرنك أو في البر الغربي أو في دندرة أو في معبد إسنا. رغم أن 2021 كانت الجائحة بتسيطر على العالم وأثرت على معظم الأنشطة والفعاليات في العالم كله، إلا أن الحمد لله بفضل من عند ربنا سبحانه وتعالى أن كانت هذه الجائحة
كانت يعني منحة لنا كمرممين وكأثريين. تحتفل الوزارة بعيد الأثريين في 14 من شهر يناير من كل عام، ويعود ذلك اليوم إلى ذكرى تعيين الدكتور مصطفى عامر أول رئيس مصري لمصلحة الآثار، وبذلك تم تمصير المصلحة بعد أن كانت إدارتها خاضعة لرئاسة الأجانب. يأتي احتفال وزارة السياحة والآثار بعيد الأثريين في شهر يناير من كل عام ترسيخاً لفكرة الانتماء والإخلاص للأثريين المصريين للوطن، وتأكيداً على حرصهم على تقديم كل ما هو جديد وقيم عن تاريخ مصر وإبرازه أمام العالم. من مقر انعقاد الاحتفالية بدار الأوبرا المصرية، أمل صبري، النيل. أعلنت إناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إطلاق الدورة 53 لمعرض الكتاب في الفترة من 26 من يناير حتى 7 من فبراير بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية. تحت شعار هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل، عقدت الدكتورة إناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يأتي هذا العام بمشاركة 51 دولة و 1067 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا، وتحل عليه دولة اليونان كضيف شرف المعرض لهذا العام. في إضافات كتيرة في المعرض السنة دي، وهي أهمها طبعا التحول الرقمي، وأن يبقى في المنصة بالفعل هيتم من خلالها عرض ما يخص المعرض ككل، وطبعا ده تم شرحه في المؤتمر، ولكن أيضا الجديد أن هيتم أيضا البيع من خلال المنصة. This is a great opportunity. لقد سعدنا باختيار اليونان كضيف شرف المعرض. مصر واليونان لديهم علاقات متميزة خاصة في المجال الثقافي. سنشارك في المعرض بأربعة موائد مستديرة إضافة إلى عروض فنية والعديد من الفعاليات الثقافية. وأود الإشادة باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في معرض الكتاب، مما يسهل على القراء الاطلاع على مزيد من الكتب والتعرف على مختلف الثقافات. معرض الكتاب الذي أصبح بمثابة نافذة لكل عاشق ومحب القراءة يعود إلى موعده الأصلي في 26 من يناير بأحدث تقنيات التطور التكنولوجي الحديثة. وتشهد هذه النسخة إطلاق مشروع الكتاب الرقمي لأول مرة، كما استحدث هذا العام جائزة لأفضل ناشر عربي. ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي شخصية المعرض بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس. كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف مجسمة افتراضيا باستخدام نظارات 3D. هذا ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80,000 متر مربع، مقسمة على 5 قاعات تضم 879 جناح، لتصبح أكبر تجمع للناشرين على مستوى العالم. معرض القاهرة الدولي للكتاب كان وما زال جاذبا لكل محب وعاشق الثقافة ومورد الكتاب في مصر، فالإعلان عن النسخة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في موعده الأصلي ليطل علينا بإطلالة جديدة عصرية ومتفردة، وبمشاركة واسعة من العارضين والناشرين في مصر والوطن العربي. أحمد سعد الدين، النيل. نشرة السابعة مستمرة معكم، وفيها بعد الفاصل: مهرجان للخيول العربية في السعودية يعكس تراث الفروسية في المملكة. أهلا بكم ومجموعة من أخبار الاقتصاد. قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المهندس يحيى زكي إن المنطقة شهدت في 2021 إصدار العديد من القرارات التي ساهمت في إزالة كافة المعوقات أمام الاستثمار بالمنطقة. وأضاف رئيس المنطقة أن القناة نجحت في جذب الاستثمارات في قطاعات صناعية مستهدفة مثل مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات باستثمارات بلغت 10 مليارات دولار. كما أشار رئيس المنطقة الاقتصادية إلى أنه تم إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول ومشتقاته بالعين السخنة.
أظهرت بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ارتفاع قيمة صادرات غير البترولية خلال الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 27.1% مقارنة بالربع ذاته من العام السابق عليه لتصل إلى 7 مليارات و700 مليون دولار. وأشار تقرير للمركز إلى ارتفاع الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي لتسجل نحو 2.2 مليار دولار. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر دولة مستوردة من مصر بنحو 665 مليون و100 ألف دولار، وهو ما يمثل 8.6% من إجمالي الصادرات المصرية خلال الربع الثالث من 2021. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع حرص مصر على تعزيز التعاون مع كافة منظمات الأعمال الإقليمية والدولية للاستفادة من قدراتها في تعزيز التعاون مع دول العالم. وخلال استقبالها وفد غرفة التجارة العربية الأمريكية بحث الجانبان زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية. قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إن مصر حصلت على تمويلات ميسرة من شركاء التنمية بقيمة 10.2 مليارات دولار. وخلال إطلاق التقرير السنوي لعام 2021 أوضحت المشاط أن من بين هذه المبالغ 8.7 مليارات دولار لقطاعات الدولة التنموية و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص. في السعودية تنافست مئات الخيول في إطار مهرجان للخيول العربية، ومن بين أنشطة المهرجان معرض يعكس تراث الفروسية في المملكة ومسابقة لجمال الخيول. تنافست مئات الخيول في مسابقة للجمال نظمت في إطار النسخة الثانية من مهرجان الخيول العربية بالسعودية. يهدف المهرجان إلى إعادة الخيول العربية إلى مكانها الأصلي في المملكة. الهدف الأسمى صراحة أن كيف اليوم نستقطب كافة المرابط الخيول العربية من دول العالم كلها كاملة وتكون لها تواجد في داخل المملكة، بحكم أنه يرجع الخيل إلى مكانها الأساسي. يعني هذا الأهم، هذا اللي ممكن اليوم اللي نناظرها بنظرة شمولية وهدف استراتيجي المفترض نشتغل عليه جميعا. اشتمل المهرجان على مجموعة متنوعة من الأنشطة بما فيها مزاد لسلالات نادرة ومعرض يعكس تراث الفروسية في المملكة وجلسات لحكي القصص عن الخيول وفعاليات لمنح الجوائز وغير ذلك من الأنشطة. لما نشوف الاستضافة هذه وهالفعالية هذه على مستوى عالي وعلى مستوى عالمي، الحضور ما شاء الله من جميع الأشكال والألوان، نساء ورجال، جميع الفئات السنية، اهتمام واضح من الحكومة لأن نكون رواد في هذا المجال، في مجال الخيل وفي مجال الجمال إن شاء الله. ومن بين أنشطة المهرجان مسابقة جمال الخيول، وهي مسابقة دولية للخيول العربية الأصيلة من الفئة به. يمكن كنت شفت وشفنا السنة هذه يعني حراك غير مسبوق، وبإذن الله تعالى احنا نقول وكلنا أمل إن شاء الله وعشم في كل من يترأس قيادة وزمام الأمور في هيئة الفروسية والمعنيين بالخير أن يكون بإذن الله تعالى هناك عراك أكبر. الحمد لله احنا راضين الآن، لكن نطمح للأكبر والأفضل والدعم الأكبر للخيل وملاك الخيل. وقدمت جوائز متنوعة في الفئات المختلفة من المسابقة، وصل مجموعها إلى 2 مليوني ريال سعودي. أرسلت نيوزيلندا وأستراليا طائرات استطلاع عسكرية لتقييم الأضرار التي خلفها بركان تونغا الهائل. تنتظر الكثير من العائلات بلهفة أنباء عن أقاربها في أرخبيل تونغا الذي بات معزولا عن العالم منذ ثوران بركان هائل مطلع الأسبوع وتسبب بأمواج تسونامي في المحيط الهادئ. ولا تزال جزر تونغا مقطوعة عن العالم بعد أن ألحقت الكارثة أضرارا على ما يبدو بكابل بحري رئيسي للاتصالات وقد يحتاج تصليحه أسابيع. كذلك تمنع سحابة من الرماد البركاني الطائرات من الهبوط. نيوزيلندا وأستراليا أرسلت طائرات استطلاع عسكرية في محاولة لإجراء تقييم أولي للأضرار من الجو وتحديد احتياجات المساعدة الرئيسية.
ووفقا للمدير الإقليمي للصليب الأحمر الدولي وجمعيات الهلال الأحمر في آسيا والمحيط الهادئ، لم يتضح بعد حجم الأضرار والدمار. ورغم عودة شبكات الهاتف في تونغا، يشكل الغبار قلقا صحيا رئيسيا، حيث أنه يتسبب في تلوث المياه. بكل ثقة فإن سقوط الغبار وموجات التسونامي سيتسببان في تلوث المياه، لذا نتصور أن أهم الاحتياجات هي توفير أجهزة لتنقية وتطهير المياه للشرب. نرى أنها الأولوية الأولى فعلا بعد تساقط الغبار، كما يأتي توفير المأوى للمتضررين بالمناطق الساحلية في المرتبة الثانية للمساعدات الإنسانية. وكان ثوران بركان السبت قويا إلى درجة سمع دوي في ألاسكا، وتسبب بتسونامي في المحيط الهادئ، طال السواحل في اليابان إلى الولايات المتحدة، وتسبب بمقتل شخصين في بيرو. كذلك هطل رماد والأمطار الحمضية على قسم كبير من المحيط الهادئ. وأظهرت صور ملتقطة من الفضاء لحظة ثوران بركان هونغا تونغا على جزيرة غير مأهولة من جزر تونغا، مع سحابة ضخمة من الدخان والرماد تلتها مباشرة موجات تسونامي. وضربت موجات ارتفاعها 1.20 متر عاصمة تونغا التي فر سكانها إلى المرتفعات، تاركين وراءهم منازل غمرتها المياه، فيما كانت الصخور والرماد تتساقط من الجو. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ألغيت آلاف الرحلات الجوية وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 100,000 من المنازل والمتاجر والشركات بعد أن اجتاحت عاصفة ثلجية الساحل الشرقي متجهة إلى نيو إنجلاند وكندا، مع استمرار احتمال سقوط ثلوج جديدة بكثافة تصل إلى 30 سنتيمترا. وحث المسؤولون في شرق الولايات المتحدة سائقي السيارات على تفادي السير على الطرق التي تكسوها الثلوج. وفي مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. وهنا مشاهدينا تنتهي نشرة السابعة، ولم يتبقى فيها سوى التذكير بأبرز العناوين. ملفات تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية تتصدر محادثات الرئيس السيسي ووزير الخارجية الجزائري. إدانات عربية ودولية واسعة للهجوم الحوثي الإرهابي على منشآت مدنية في الإمارات. والجيش اليمني يعلن مقتل أكثر من 160 مسلحا حوثيا وتدمير 24 آلية عسكرية جنوب مأرب. انتهت نشرة السابعة، شكرا لكم، ومزيد من التفاصيل تجدونها على موقعنا على الانترنت nile.eg. على رأس الساعة موجز لأهم الأنباء، ابقوا معنا.